مرحبا فيكم مجددا بالحلقه الثانيه من برنامج زمكان، حيث الزمان والمكان في نفس الوقت. اليوم في حلقه جدا مميزه وكثير رح تشعروا بالسعاده من وراها. اليوم رح نشوف كميه كبيره من الاطفال اذا كانوا يتامى او المحتاجين، ورح نحاول نوزع عليهم شو لحظه نوزع عليهم قصايم شراء ملابس. ليش هالشي صار؟ رح احكي لكم قصه صارت معي بطفولتي. بتذكر وانا صغير كان عندنا عاده بسوريا انه لازم كل عيد نشتري ملابس العيد لحتى نشعر بالفرحه والامان. بس عدت سنه من السنوات ابوي ما قدر يشتري لي. ليش؟ لانه كان في عندنا حرب بسوريا وما احسن نشتري ملابس. بوقتها انا كنت كثير زعلان. فقررت قرار، تعال احكي لكم القرار. فبوقتها قررت انه مجرد ابوي يطلع من البيت اغفله واروح اشتغل اي شغل لحتى اجمع فلوس ملابس العيد. وبالفعل مجرد ابوي يطلع من البيت كنت اروح اساوي عرانيس بليله اللي هي اسمها دره، واروح ابيعها بالشوارع لحتى اجمع فلوس التياب واشتري تياب. وبالفعل بعد اسبوع اشتريت تياب. بس كان الوضع جدا متعب ومزري بالنسبه لي لانه انا كنت صغير كثير. فمشان هيك اخترعت هاي الفكره انه نوزع ملابس للاطفال لحتى يشعروا ببهجه العيد بدون تعب. فيب تعالوا نعرفكم على الاطفال ونشوف معنا كيف فرحتهم. حاليا بدنا نعمل تحدي بسيط مع الاطفال لحتى يحسوا بالتحدي وهن بياخذوا الهديه. يلا تعالوا نبلش منين؟ ما شاء الله في كثير نبلش منين؟ مرحبا، كيفك؟ الحمد لله بخير. قرب تعال. شو اسمك؟ احمد. انت شاطر بالرياضيات؟ ان شاء الله. طيب 5 زائد 15 20. كفو، عطنا هدية. تفضل. انت شو اسمك؟ راشد قاسم. راشد، يا هلا براشد. اين مادة شاطر يا راشد؟ مادة. اي مادة ابا؟ رياضيات. 2 ضرب 2. عطى هدية. كفو. انا اوكي نسينا. لحظة قرب شوي. بس لحظة شوي. جايكم كلكم بس لحظة شوي. اوكي طبعا هاي قصيمه لشراء ملابس في العيد وهي لك. يلا دن نيجي على اللي بعده. رياضيات، هو عبور رياضيات ولا اسمه ما مش فاهم. طيب انا اسمي حمد. حمد، هلا يا حمد. طيب 30 ناقص 10. كفو، هديه لحمد. كفو يا حمد. هاي تعال هني. شو اسمك؟ ياسر. انت اي صف؟ رابع. طيب هنسالك سؤال صعب كتير. 10 زائد 1 11. كفو، هدية ل اعطيني هدية. اوكي هنا. تفضل. مش كده. انت شو اسمك؟ هاشا. كفو، ربحتي معانا. انت شو اسمك؟ طعمية. اسمك طعمية وشكلك طعمية كثير. امسكي. لا من على سؤال. انت شو اسمك؟ عايشة. كفو، ربحتي معانا. انت من عدوى تحكي اسمك، خذي. طيب خلنا نروح شوي هنا على البنات لحتى نشوف قوتهم بالرياضيات. يلا شو اسمك؟ حسناء. بأي مادة شاطرة يا حسناء؟ بالرياضيات. طيب 10 ضرب 10 20. 100. صح، عطى هدية. ربحتي معانا كمان. انت شو اسمك؟ رواسي. شو اسمك؟ رواسي. وعاشت الأسامي. بتعرف الرياضيات؟ لا، ربحت معانا. كفو، عطى. هاي ليكي وهاي ليكي. طيب وانت شو اسمك؟ سارة. طب شو هذا اللي حطيتي؟ شو اسمه؟ عشان يعرفوا الناس، انا عارفه. برقع. كفو، ربحت معانا. امسكي. هاي ليكي كمان. انت شو اسمك؟ انت اختها؟ ما تشبه. هاجر، هلا يا هاجر. طيب من خاتم الانبياء والمرسلين؟ محمد. صح، كفو. هاي ليكي وهاي ليكي. عطني. امسكي. انت شو اسمك؟ فاطمة ناصر. هلا بفاطمة، كيفك؟ الحمد لله. امسكي. كفو يا فاطمة. ابو انت شو اسمك؟ سيلجا. هو ما فهمت بس تربح معانا. كفو، امسك. ما بتحسي تقول لنا اسمك على السوا؟ شو اسمك؟ سعود حمد. سعود، هلا يا سعود. امسك يا سعود. ابو يا مها، امسكي. عطنا هدية لمها. امسكي يا مها. انت شو اسمك؟ ريم. كم إمارة في الإمارات؟ 7. كفو. سبعة. وحشة. كفو، امسكي. طيب وايه دي بين صح؟ شو اسمك؟ يمنى. هلا يمنى. رح أسألك سؤال بالرياضيات ولا بدك بالدين؟ طيب الرياضيات. 10 ناقص 5. 10 ناقص 5. 5. كفو، امسكي. عطنا، احكي لنا نبيين من الأنبياء. أي نبيين؟ محمد. طيب الثاني؟ عيسى. كفو،
ربحتي معانا. عطنا. امسكي. انت واخيرا جيت. طيب شو اسمك؟ شمه. احكي لنا ثلاثه من الانبياء وبعطيكي هديه. موسى عيسى محمد. موسى عيسى محمد. كفو ربحتي معانا. ما شاء الله صار في اسماء كثير براسي فما بركز مين مع مين. انت هلا انت بدك ضرب مو يعني بدك جدول الضرب. طيب خمسه ضرب خمسه. 25. صح. كفو عليكي. امسكي. ما انا قلتها ابدا هاي الحاله عرفتها. امسكي كفو. تي شو اسمك؟ ميرا. ميرا هلا يا ميرا. طيب يا ميرا 10 زائد 5 15. كفو عليك يا ميرا. تفضلي اعطونا هديه لميرا. طيب هيك خلصنا البنات راح نروح على الشباب تفرجوا. ما شاء الله خلاص جايكم والله جايكم. تعالوا تعالوا لهنا تعالوا لهنا تعالوا تعالوا. حاليا جينا على الاطفال الذكور فيب خلينا نبلش. حنسالكم رياضيات ولا دين؟ رياضيات. حسالكم دين. حسالكم دين. تعال تعال تعال. شو اسمك؟ اسمي خالد. شو اسمك؟ اسمي خالد. يا هلا بخالد. تعرف رياضيات؟ واحد زائد واحد. واحد زائد واحد. اثنين. امسك صفوله يا حامد. نحن الحين باي شهر؟ رمضان. كفو. امسك صفوله صفوله صفوله. شهر رمضان كم يوم؟ ولا صعبة؟ 30. صح. كفو. امسك. وقت نيجي تساوي اشتغال. امسك. يلا يا حمد. يلا. انت شو اسمك؟ عبد الله. هلا يا عبد الله. 30 ناقص 10. 30 ناقص 10 20. كفو. انت مصر تجاوب عنا. كفو يربح مع صفوله. عمر عمر دسك سؤال بالرياضيات ولا بالدين؟ شو بدك؟ رياضيات. رياضيات. 5 زائد 5 10. صفوله. امسك. هذا 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 ما حصل. هجيب 4. شاد 4. كفو صفوله. ايه امسك. عطى. تعال انت 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 حركه كثير. خلينا نخلص منه خلينا نخلص منه. انت شو اسمك؟ محمد. هلا يا محمد. هسألك سؤال بالدين وكثير صعب. يلا. طيب احكي لي اثنين من المبشرين بالجنه. علي بن ابي طالب وابو بكر صديق. كفو عليك صفوله. بس لحظه شوي وصلنا للمجموعه الاخيره يا جماعه. نجي لهون ولا معبرني ولا 1%. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن شاطر بالرياضيات؟ طب شاطر بالدين؟ مين خاتم الانبياء والرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كفو. صح صفوله. عطني دي. عبد العزيز. علي صوتك يا عبد العزيز. انت شجاع. شو اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز. طيب يا عبد العزيز نحن باي شهر؟ رمضان. رمضان. كفو. صح صفوله. امسك يا عبد العزيز. عطني هديه لعبد العزيز. هاي يا عبد العزيز لاحلى عبد العزيز. امسك صفوله. امسك. تعال انت شو اسمك؟ عبيد. شو اسمك؟ عبيد. عبيد. هلا يا عبيد. عبيد شو هو الكتاب تبع المسلمين؟ القرآن. القرآن. صح. كفو صفوله. اعطيني هدية يا عبيد. يلا يا عبيد خذ دوره. تعال تعال. 10 زائد 5 10 ضرب 5 50. كفو يا محسن صفوله. امسك. اعطيني هدية يا محسن. ها اللون. يلا. شو اسمك؟ سلطان. ليش ليش خالعي؟ لبسها الحين. تتوضا. لبسها الحين بعدين تتوضا. ما تعرف؟ عفا عليك. ربحت معانا. عطيه صفوله صفوله. يلا امسك. يلا يلا انت انت اخذت. طب ليش جاي لهون؟ يلا تعال 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 لهني. شو اسمك؟ منصور. 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 علي صوتك يا منصور. شباب علي صوتك. طيب يا منصور 20 ناقص 2 كفو كفو. منصور صفوله. منصور عطنا هدية. اخر اثنين اخر هدية. بنسألكم سؤال للاثنين واللي يحزروا ياخذ الهدية اول. متفقين؟ طيب عطنا سؤال صعب. هيك حدا عنده سؤال صعب؟ لان انتم شكلكم رياضيات ولا دين بدكم؟ رياضيات. رياضيات. طيب 7 ضرب 7 49. كفو ربح معانا. بس لا ما تروح زعلان والله. امسك. حدا عنده هدية زيادة؟ بس اعطينا هدية زيادة. استنى شوي. كفو. هذا المضحي يا جماعة. هيك مثل ما شفتوا يا جماعة خلصنا كمية كبيرة من الأطفال
صرعوا راسي والله العظيم، بس مع هيك في سعادة لا توصف. تم معنا هون بطاقات، فتعالوا نكملكم هنيك بس على الهوا شوي. هوا شوي هوا شوي. صفو. مثل ما شفتوا يا جماعه، واخيرا خلصنا. مثل ما شايفين انا انتكشت، انتعن ابو فطاسي، بس تعب جدا، بس في سعاده لا توصف. جد سعاده لا توصف انك تشوف فرحه الطفل. مجرد تشوف فرحه الطفل انت لحالك بصير عندك سعاده. فهيك كون خلصنا ووزعنا قسيمه الملابس، وبنفس الوقت اعطيناهم هدايا للعيد، فصارت في فرحه وبهجه العيد موجوده مره ثانيه على وجوه الاطفال. فان شاء الله يكون دائما الله يقدرنا على فعل الخير وعدم اذيه الغير، وما يحرمني من لايكون والشير. ويلا سلام، بنشوفكم بالحلقة الثالثة من زمكان.